أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية الأولى أيها الإخوة، قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه الآية تتحدث عما يقع في نفوس كثير من الناس، أن الحذر يغنيهم من الموت، وأن فرارهم من موقع معين يترتب عليه سلامتهم وعيشهم وحياتهم، وهذا أمر يجب أن يصححه الناس وأن يعلموا ما هي الحقيقة. الحقيقة مربوطة بأقدار الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قدر الأقدار، ومن أقداره تبارك وتعالى الكونية تحديد الآجال. فلا يموت إنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وقد استكمل رزقه وأجله، فلا ينفع حذر من قدر، ولا يزيد في العمر الهروب والتخفي، ولا ينقص منه الإقدام. وهذه كلها تمهيد وتوطئة لقضية القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، أن الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله ويقدم على القتال ابتغاء مرضات الله أن ذلك لا ينقص من عمره ولا يقصر أجله. هذه الآجال مقدرة محددة، لا يزيد فيها حرص حريص ولا ينقص منها تضييع وتفريط متهاون. قال الله تبارك وتعالى مبينا عن هذه الفئة من بني إسرائيل: خرجوا من ديارهم حذر الموت، هروبا من الموت، ربما لحروب أو لأوبئة أو لأمراض، فخرجوا فارين يريدون ألا يموتوا. فالله سبحانه وتعالى جعل فيما حل بهم درسا وعبرة لهم ولغيرهم، فقال لهم الله موتوا. ألوف مؤلفة خرجوا يبتغون الحياة والسلامة من الموت، فالله سبحانه وتعالى كتب عليهم الموت فماتوا جميعا، ولما حصل ذلك أحياهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على قدر الله سبحانه وتعالى أنه لن يموت أحد إلا بأجله، ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه قادر على إحياء الموتى. فلا ينبغي أن يظن ظان أنه بعد الموت وبعد أن تبلى الأجساد أنه لا بعث ولا معاد، بل الله سبحانه وتعالى قادر، وكما قال تبارك وتعالى: كما بدأكم تعودون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم، ليدل ذلك
على فضل الله وعلى قدرته سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس تغيب عنهم هذه الحقيقة فلا يشكرون الله سبحانه وتعالى على فضله ولا يحمدونه على ما آتاهم. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إذا تبين لنا أن القتال في سبيل الله والجهاد ابتغاء رضوان الله لا ينقص من الأجل، فكم من مجاهد خاض غمار المعارك وتعرض لهجمات الأعداء مرات عديدة ولكنه سلم، وكم من إنسان على فراشه وفي بيته وبين أهله ويأتيه الموت. قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فقال: وقاتلوا في سبيل الله، يعني لا تخافوا من اخترام آجالكم، آجالكم محددة، سيأتيكم الموت في ميدان المعركة أو في غيرها، لكن القتال في سبيل الله شرف عظيم. القتال في سبيل الله شرف عظيم، لأنه إما النصر وإما الشهادة، والشهادة في القتال هذه الذي يموت في المعركة هذا الشهيد أفضل الشهداء وأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فيقول: وقاتلوا في سبيل الله، لا يصدنكم الأمل في الحياة عن خوض غمار القتال في سبيل الله. قاتلوا ولن يحصل لكم إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. هذا البعد تميز به المسلمون الذين عرفوا دينهم حق المعرفة، فإن غيرهم يظن أن الحياة الدنيا هي الحياة، محدودة بالعيش في الحياة الدنيا، الحياة محدودة بالدنيا التي يعيشون فيها، يظنون هذا. لكن الحياة في الإسلام وفيما علمه المسلمون أوسع من ذلك، الموت مرتبة من مراتب الترقي إلى الحياة الآخرة، والحياة الآخرة هي الحياة الدائمة والحياة المتسعة. فلذلك الإنسان المسلم يختلف عن غيره أنه يخوض غمار المعارك، لا يريد بذلك شهرة ولا يريد بذلك رتبة، وإنما يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يكتب الله له الأجر والمثوبة. إن عاد ظافرا منتصرا فهو على أجره، وإن قتل شهيدا فأجره على الله سبحانه وتعالى. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما مناسبة مجيء هذه الآية، الآية التي فيها الإنفاق والتي وصف الله تبارك وتعالى الإنفاق فيها بهذا الوصف العظيم، جعل الإنفاق في سبيله قرضا، والقرض معلوم أنه المال الذي يبذل إعانة ومساعدة على أن يعود كما هو، يعود المال المقرض كما هو. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يشجع عباده المؤمنين على الإنفاق، وجعل لهم ذلك قرضا، يعني هذا اقترضه الله تبارك وتعالى، كأن الله اقترضه منهم سيعيده لهم. لكن كيف سيعيده لهم؟ يعيده لهم أضعافا مضاعفة. فيه أحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه. أبو الدحداح هذا لما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله، ربنا يريد أن يقترض منا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي أرضي. عنده أرض مزرعة فيها 600 نخلة مثمرة. فقال: يا رسول الله، إن هذه قرض في سبيل الله،
ثم ذهب إلى مزرعته هذه، وفيها زوجه أم الدحداح رضي الله تعالى عنها، وفيها أبناؤه يسكنون في المزرعة، فناداها وأمرها أن تخرج وقال: يا أم الدحداح، إنا قد أقرضناها لله. هذه الاستجابة السريعة واليقين، اليقين الصادق بما عند الله سبحانه وتعالى أنه لن يضيع شيء عند الله. هذا لماذا جاء هذا الحث وهذا الترغيب وهذا التحبيب في الإنفاق والبذل، ولماذا وصف بأنه قرض حتى يقبل عليه الناس، حتى يظنوا أن حتى يستيقنوا بأنه لن يضيع عليهم شيء مما بذلوه؟ هذا لأنه مقدم للقتال، القتال في سبيل الله والجهاد يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى بذل. قاتلوا في سبيل الله ومن ذا الذي يقرض الله، يعني من ذا الذي يبذل في سبيل الله في ميدان في المعركة أو في غيرها. والقصص كثير في هذا، في بذل المسلمين، وننبه إلى واحدة منها وهي قصة عثمان رضي الله تعالى عنه عندما جهز جيشا بكماله، جيش العسرة جهزه عثمان رضي الله تعالى عنه في سبيل الله، يقال أكثر من 1000 بعير أو 1500 بعير جهزها بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء، كانوا في ضائقة، فجهز الجيش بكماله، جيش العسرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك. يعني هذا يكفيه، يكفيه عثمان في حياته وفي آخرته هذا العمل الذي قام به. ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يتوقف عن البر، إنما هذا العمل العظيم الذي جهز به جيشا كاملا في سبيل الله يذكر فيشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه به هذا الثناء العاطر. فعندما يقول قاتلوا في سبيل الله، القتال يحتاج إلى بذل، فلذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يبذل في سبيل الله. والبذل في سبيل الله وإن كان أعلاه الإنفاق في الجهاد، لكن هنالك أوجه أخرى كثيرة كلها في سبيل الله: الإنفاق على مصالح المسلمين، إطعام الجياع، مداواة المرضى، تربية والإشراف على اليتامى وكفالتهم، وغير ذلك من أوجه البر. هذه كلها مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ثم تأتي بعد ذلك هذه القصة العظيمة التي استغرقت عددا من الآيات، وهي قصة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. هؤلاء اعتدى عليهم الأعداء وظلموهم واستباحوا حرماتهم، وظلوا في ذلة ما بعدها ذلة، فجاءوا لنبي لهم وقالوا لهذا النبي: إننا نريد أن تبعث لنا ملكا يجمع شملنا ويلم أمرنا ويجاهد بنا ويقاتل ويدافع عنا. وهذا دليل على أن ولاية الأمر، أن ولي الأمر في الإسلام له أهمية عظيمة، بل حتى عند غير المسلمين، بل حتى عند العقلاء، لا يمكن أن يقوم أمر الناس في هيئة اجتماعية بدون أن يكون لها قائد، بدون أن يكون لها رئيس، لأنه إذا لم يكن كذلك فإنها الحياة ستضيع، كل سيذهب إلى رأيه، وكل يعتمد على ما يحبه وما تميل إليه نفسه، فتتفكك الأمور. لا يجمع كلمتهم إلا ولي أمر، ولي الأمر له أهمية عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني يجمعنا ويقاتل بنا أعداءنا وينتصر لنا. ماذا قال النبي وهو يعرف طباعهم وطباع بني إسرائيل؟ هذه طباع لا تخفى خاصة على الأنبياء، وتاريخهم الأسود هذا معلوم معروف، ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا منه وكثير لم يذكر. هؤلاء أفسدوا وأساءوا وخالفوا أمر الله ونكثوا عهودهم وقتلوا أنبياءهم وحرفوا كتبهم،
ما تركوا شيئا يعني أمروا به إلا وخالفوه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقص لنا هذا القصص للاعتبار والاتعاظ. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي يعلم أحوالهم ويعلم تاريخهم، ماذا قال لهم؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني لعلكم إذا جاءكم ملك وطلب منكم القتال أنكم لا تستجيبون له ولا تقاتلون. قالوا لا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، كيف لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذه مسألة عظيمة، نريد أن ندافع، نريد أن نقاتل، نريد أن نسترد أموالنا وأن ندافع عن أهلنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه خلاصة القصة. خلاصة القصة الله سبحانه وتعالى قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ما قبلوا، نكصوا، خالفوا ما ادعوه سابقا وما طلبوه من نبيهم. ثم جاء التفصيل، قال لهم النبي، والنبي يأتمر بأمر الله، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني ما قال أنا أمرت عليكم ولا أو جئتكم بطالوت ملكا، قال إن الله، يعني هذا بأمر الله، قد بعث لكم طالوت ملكا من البداية. طيب هذا هو طلبكم، طلبتم أن يعين لكم ملك، فالله سبحانه وتعالى عين لكم هذا الرجل طالوت. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، من البداية خالفوا، قالوا أنى يكون له الملك علينا. هذا طالوت من قومهم يعلمونه، ولذلك أنكروا أمره وخالفوا فيه لأنهم يعلمونه. قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف يمكن أن يملك هذا الرجل علينا، فينا الأثرياء وفينا الوجهاء، كيف يملك هذا الرجل علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه، نحن ما عندنا من الأموال وما عندنا من المناصب والوجاهة نحن أحق منه. وهذا أمر يتكرر، النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، نذكر هذا، عندما بعث ماذا قال الكفار؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نعيم بن مسعود الثقفي أو غيره، هؤلاء يعني، أو الوليد بن عتبة، هؤلاء كبار القوم معروفون في زمنهم، كان المفترض أن ينزل عليهم هذا القرآن لا أن ينزل على محمد. هذا الرجل هذا ليس من أصحاب التجارات وليس من أصحاب الأموال وليس من أصحاب المناصب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء عارضوا الأمر من بدايته، مع أن النبي قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت، يعني هذا ليس مني، لا تظنوا أنه باجتهاد مني وأنا النبي، لا، هذا الله سبحانه وتعالى. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه المقاييس الأرضية، لازم أن يكون هذا الملك من أصحاب المناصب، من أصحاب الوجاهات، لا بد أن يكون عنده مال. هذا طالوت ليس من هذا الباب، ليس من أصحاب المناصب ولا من أصحاب الوجاهة في المجتمع، وليس عنده مال كغيره من أصحاب الأموال. ماذا قال؟ قال إن الله، قال لهم النبي إن الله اصطفاه عليكم، الله اختاره. وهذا فيه مقنع لأولي الألباب ولأهل الإيمان، إذا رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن ينتهي كل شيء، إن الله اصطفاه عليكم. ماذا تقولون؟ إن كنتم مؤمنين فالله اصطفى، إن الله اصطفاه عليكم. ومع ذلك فيه أسباب لهذا الاصطفاء، وزاده بسطة في العلم والجسم. طالوت كما يذكر في بعض الروايات كان من أطولهم، كان طويل الجسم، ضخم الجثة، مفتول الأعضاء، بسطة في الجسم وبسطة في العلم، الله سبحانه وتعالى علمه وأيده بالعلم.
وهذا ما يفتقده كثير منكم، فلا تتذرعوا بأنه ليس من أصحاب المكانة الاجتماعية وليس من أصحاب الأموال، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد، ليس لأحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله هو الذي يؤتي الملك من يشاء. ثم بعد ذلك النبي بعد أن حسم الأمر هذا وبين أن هذا من الله تبارك وتعالى، بين لهم هذه الصفات التي يجب أن ينظر إليها في اختيار القادة وفي تولية المناصب: العلم والقدرة. العلم والقدرة، لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون قادرا، ها، لا بد أن يصلح لمثل هذا الأمر. وقال لهم نبيهم، النبي ما التفت بعد ذلك إلى شغبهم هذا، قال لهم نبيهم: إن آية ملكه، لا تصدقوني هكذا، إذا كنتم تشكون في كلامي انتظروا الآية التي ستحصل من في تولية طالوت. ما هذه الآية؟ قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تابوت هذا صندوق أو ما يشبه الصندوق، كان مع موسى عليه السلام وكان يضع فيه الألواح، ها، والصحف، ألواح التوراة، ما بقي منها بعد هذا الزمن الطويل في التابوت. فالله سبحانه وتعالى رفع التابوت هذا بعد موسى لأنهم حرفوا وضيعوا، فالله رفعه. ثم من فضله تبارك وتعالى في هذه الحادثة أنه أعاد لهم هذا التابوت، أنزله عليهم. والتابوت هذا قال: ستجدون فيه بقية، فيه سكينة من ربكم وبقية. كانوا يقدمونه في المعارك، إذا جاءوا لقتال عدوهم يقدمون هذا التابوت، فالله سبحانه وتعالى ينصرهم ببركة هذا التابوت. قال: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه بعض، ربما بعض آثار موسى، بعض الصحف، وهذا يأخذ منه بعض العلماء أن التبرك بآثار الأنبياء حق، ولذلك التبرك بآثار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حق لا ريب فيه. التبرك بثيابه، التبرك بشعره، التبرك بعرقه، ببصاقه عليه الصلاة والسلام، كل هذا مما يتبرك به، وحصل في عهده عليه الصلاة والسلام. وعندما كان في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام وحلق شعره، كاد الناس أن يقتتلوا عليه فتنازعوها، هذا يصيب شعره وهذا شعرتين وهذا ثلاثا، يتبركون بها وهي حق، هذا حق، هذا التبرك الحق، لكن ليس هذا لغير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، ها. فالتابوت هذا فيه السكينة من الله وفيه هذه الآثار الباقية من آل موسى وآل هارون، ها، تحمله الملائكة. الملائكة هم الذين يأتونكم به بالتابوت هذا، هذا لتصدقوا، لتوقنوا، لتقبلوا بتولية طالوت عليكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ماذا تريدون بعد هذا؟ بعد هذه الآيات أن الله هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره، وجاءتكم هذه الآية بسبب تولية طالوت. التابوت هذا ما كان عندكم، كان غائبا عنكم، فرده الله إليكم وفيه هذه الآثار العظيمة، هذه كلها دليل صدق على صحة تولية طالوت عليكم. طيب، ثم لما حصلت الولاية لطالوت وقبل بها من قبل،
أخذها على مضض من أخذها. فلما فصل طالوت بالجنود، أين يريد الذهاب طالوت؟ يريد أن يذهب لقتال الأعداء، هذا الأمر الذي من أجله تحركت همتهم وطلبوا من النبي أن يعين لهم ملكا. فقام طالوت فجمعهم، فصل طالوت بالجنود. لما أخذ الجيش يريد أن يتجه إلى العدو، ماذا قال لهم؟ قال: إن الله مبتليكم بنهر. في بعض الروايات، وإن كان في بعضها من الإسرائيليات، أن هذا النهر في الأردن، في منطقة الأردن الآن. قال: إن الله مبتليكم بنهر، يعني سيمرون بنهر جاري فلا تشربوا منه. وهذا امتحان لصبره، فيه كثير من الأمور تحدث لتقوية صبر المؤمن، لامتحان صبره، لأن الآن السفر هذا سفر للقتال ليس سفرا للنزهة، فلا بد أن يتأكد من أن هؤلاء الذين سيذهبون أنهم على غاية ما يراد من الثبات والصبر والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا يحدث في عبادات كثيرة، نذكر منها بالصيام هذا الذي نحن فيه. لماذا يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والشهوة؟ مع أنها حلال، هذه ليست من الأمور المحرمة، لكنه نهي عنها في صومه تقوية لصبره، تقوية لصبره. كذلك في الإحرام، في النسك، محظورات الإحرام هذه، لماذا؟ مع أنها حلال، الطيب ولباس الملابس وحلق الشعر وتقليم الأظافر ويعني الاستمتاع بالأهل، هذا كله من المباحات، مباحات، بل بعض هذه الأمور من المستحبات، لكنها نهي عنها هنا تقوية لصبر المسلم أثناء أدائه للنسك. فطالوت عليه قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، اختبار، هذا سنمر بنهر، فمن شرب منه فليس مني، لا تشربوا من هذا النهر. وهذا طبعا فيه نزاع مع حاجات الأنفس، مع السفر والحاجة إلى إرواء العطش، ويرى الإنسان الماء أمامه، ما الذي يمنعه من ذلك؟ أمر الله، إن كان صابرا على أمر الله مستجيبا له فإنه لا يشرب. لكن لما وصلوا إلى النهر شربوا منه، شربوا منه أكثرهم، شربوا، فشربوا منه إلا قليلا منه، يعني الكثرة الكاثرة شربوا، هؤلاء رسبوا في الامتحان. وأما القلة القليلة، وطالوت رخص لهم إلا من اغترف غرفة بيده، يعني الإنسان إذا أراد أن يدفع عطشه برشفة ماء بكفه لا بأس، فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني ارتووا. طيب، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الآن تصفية للجيش، أكثر الجيش رسبوا في الامتحان وانهزموا، لا يصلحون لملاقات العدو، لكن بقيت قلة قليلة ثبتت مع طالوت. فلما جاوزه، يعني لما تعدوا هذا النهر وهم قلة، الكثرة لم يذهبوا معهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت طاغية، معه جيش كبير ومعه عتاد ومتمكن، كيف نجابهه ونحن عدد قليل وهم قلة؟ هذه الصفوة الآن فيها اختبار آخر، الصفوة هذه تحتاج إلى تصفية أخرى. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أكثرهم قالوا هذا الكلام: ما نستطيع أن نقابل جالوت ولا أن نقاتل جنوده. القلة القليلة التي مع طالوت من هذه الصفوة ماذا قالوا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثبتوا هذه القلة القليلة، هذه التصفية الثالثة، ثبتوا مع طالوت هذه القلة يقينا بأن النصر من عند الله تبارك وتعالى. وهنا وقفة أيها الإخوة، هنا وقفة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا كما ذكر ذلك في مواطن عديدة من كتابه الكريم أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بوفرة العدد، لا، النصر من عند الله تبارك وتعالى، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بإعداد العدة، باستعداد، قال وأعدوا لهم، يعني لأعدائكم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه الصيغة من صيغ العموم، يعني ابذلوا غاية وسعكم في الاستعداد. استعداد بماذا؟ القوة العسكرية مطلوبة، القوة الفكرية والتخطيطية مطلوبة، القوة العلمية مطلوبة، القوة الجسدية مطلوبة، بناء الأجساد والتدرب على القتال وعلى فنون القتال هذا أمر كله مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يظن أن تحصيل القوة هذه هو سبب النصر، هذه من الشروط، لكن تحصيل النصر بقدر الله سبحانه وتعالى، بقدر الله سبحانه وتعالى. وما كان المسلمون في أكثر معاركهم وفي ملاقاتهم لعدوهم أكثر من عدوهم عددا ولا أوفر عددا، لكن المسلمين كان معهم الإيمان، المسلمون الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كم عددهم؟ 310 رجلا، أكثرهم راجل يمشي على رجله ليس عنده ركوبة، والذي معه سيف والذي معه سهم والذي معه نصل، يعني كل على قدر استطاعته، لكن كان عندهم العزم واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. في المقابل كفار قريش جاءوا بخيلهم وخيلائهم وفرسانهم وعتادهم وأموالهم، جاءوا وهم أضعاف عدد المسلمين، هؤلاء كفار كانوا قرابة 1000 أو يزيدون، والمسلمون 300 على هذا الحال من الضعف، ضعف البادي، ثيابهم ممزقة ومرقعة وأرجلهم حافية وليس عندهم ما يركبون، كان العشرة يعتقبون البعير الواحد، بعير يركب عليه العشرة يتناوبونه، وهؤلاء كفار قريش كان معهم الخيل والجمال والأحمال، معهم الشيء الكثير منها، لكن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، ها؟ النصر بيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء القلة القليلة التي كانت مع طالوت تشابه أو تشابهها القلة القليلة التي كانت مع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يروى عنه إن عدة هؤلاء الذين مع طالوت كانت مثل عدة من كان مع محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. فالنصر بيد الله، النصر بيد الله، ولهذا ربنا تبارك وتعالى يريد أن ينزع من نفوس المؤمنين الاتكال على ما في أيديهم أو الاتكال على أموالهم أو الاتكال على أعدادهم أو الاتكال على علومهم، لا، عليهم أن يبذلوا ما يستطيعون، لكن النصر بيد الله، النصر بيد الله. انظروا أو اسمعوا قوله تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله،
وكذلك قوله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ليس النصر بكثرة العدد ولا بوفرة العدد، إنما النصر بنصر الله تبارك وتعالى وتمكينه. قد تحدث أشياء أثناء المعركة، يقتل قائد الكفار فتضطرب الأمور وتستولي القلة المؤمنة القليلة على هؤلاء الكفار ويقتلونهم ويسلبونهم. يعني تحصل أمور، ظروف جوية، كما حصل في غزوة الخندق. غزوة الخندق الله أرسل ريحا على هؤلاء الكفار أكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم، وقد ملوا من طول المقام ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا فرحلوا. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم ما في غيبه، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. لكن على المسلمين أن يعدوا العدة بما استطاعوا. المسلمون الذين كانوا في غزوة الخندق ماذا عندهم؟ حفروا الخندق وبقوا ثبتوا في أماكنهم، يعني لمواجهة عدوهم بما يستطيعون، فالله سبحانه وتعالى نصرهم. هذا هو الذي يريده الله من عباده الصادقين، أن يبذلوا ما في وسعهم، والنصر من عند الله تبارك وتعالى. في هذه الآية لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، هذه القلة القليلة، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من أهم الأمور التي يجب الاعتناء بها بعد إعداد العدة التي يستطيعونها. ما هو هذا الأمر؟ اللجوء إلى الله والتذلل له سبحانه وتعالى، والإكثار من الدعاء والذكر وطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. وهذا حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما جاء بأصحابه هؤلاء القلة في مواجهة الكثرة الكاثرة من عدوهم، ونصب العريش وصف الصفوف ورتب الأمور، قام يدعو ربه دعاء خاضعا خاشعا فيه متضرعا إلى الله. كان مما يقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، هذه الفئة القليلة، اللهم نصرك. يعني ألا يتكل الإنسان على ما في يده، ولا على العدد، ولا على العدد، ولا على الخطط. يبذل ما في وسعه، لكن يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. النصر من عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء دعوا ربهم تبارك وتعالى، ماذا حصل؟ حصلت الهزيمة لجالوت وجنوده. كيف حصلت الهزيمة؟ قال: وقتل داود جالوت. داود عليه السلام ملكه الله بعد ذلك، وهو نبي من أنبياء الله. داود ملك النبي أبو سليمان، وسليمان ملك النبي أيضا ابنه. داود هذا كان في جيش طالوت، فرمى بالمقلاع. المقلاع كثير منكم يعرفونه ربما، حجر يوضع في آلة معينة وتلف ثم تدفع بقوة، فرمى بها طالوت داود وكان راميا مجيدا، فأصابت هذه الرمية جالوت هذا الملك الظالم الفاجر، قتله داود بماذا؟ بهذه الرمية. لكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأصابت هذه الرمية جالوت وهو في جيشه ومع عسكره وفي أبهته، فقتلته. لما قتل الملك تفرق الجيش وانهزموا، فتبعهم هؤلاء قتلا وإثخانا حتى انتصروا عليهم، وقتل داود جالوت فهزموهم. لكن لاحظوا، فهزموهم
بماذا؟ بقدرتهم، بقوتهم، بعددهم؟ لا، بإذن الله. فهزموهم بإذن الله، وهذا كما مر معنا في الآيات المتقدمة: وما النصر إلا من عند الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الملك لداود وأرسله، أنزل عليه وحيه وصار نبيا ملكا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا اليقين بأن النصر من عند الله هو الذي دفع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش. خالد بن الوليد هذا البطل سيف الله الذي لم يهزم في معركة قط، وهو بطل هذه الحروب وهذه المعارك، عزله عمر. لماذا؟ خشية من أن يفتتن الناس بخالد، أن يقولوا خالد انتصر، النصر مربوط بخالد. قال: حتى يعلم خالد ويعلم الناس جميعا أن الله ينصر جنده، أن النصر من عند الله ليس من عند خالد. هذا اليقين هو الذي يجب أن يستقر في نفوس المسلمين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. داود تميز بعلم معين نفع به البشرية. ما هو العلم الذي تميز به داود أعطاه الله إياه وعلمه إياه؟ صناعة الدروع. الدروع هذه التي يلبسها الفارس في المعركة تقيه من السهام ومن السيوف، داود هو الذي صنعها، علمه الله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الله سبحانه وتعالى. وألان له الحديد. الله سبحانه وتعالى قال: ألنا له الحديد. لا يحتاج أن يسخن الحديد ولا أن يطرقه، يتصرف فيه كما يتصرف الخياط في الخيوط، يصنع منه هذه الدروع. صنع الدروع، صنعت الدروع نتاج علم داود عليه السلام. وعلمناه، علمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه سنة التدافع، سنة التدافع. تجد جبارا في الأرض، متكبرا، ظالما، طاغيا، باغيا، لا يقف له شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث عليه من يهزمه، من يشغله، من يضعفه. هذا التدافع، سنة التدافع هذه في الكون سنة كونية، سنة كونية. لولا وجود هذه السنة لطغى بعض الخلق على بعض، لكن هذه القوة الكبيرة التي نراها، ربما نرى في زمننا هذا يعني مثالا واضحا لها، توجد قوى أخرى تدافعها، تشغلها، تصرفها عن كثير مما أرادت. هذه سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أوجد هذه السنة حتى تتوازن الحياة في كثير من جوانبها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ما تقدم من أخبار بني إسرائيل من القصص، قصص موسى مع قومه وغيره، وهذه الأمور كلها إلى ما ورد في درسنا هذا في هذا اليوم من قصة جالوت وطالوت، هذه كلها الله سبحانه وتعالى يتلوها على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تثبيتا له وتقوية لصبره. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا من باب التثبيت.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تأكيد. وإذا كنت من المرسلين فسنة الله الماضية في المرسلين ستمر عليك. نعم، محمد عليه الصلاة والسلام هو خير رسل الله وخير خلق الله، لا نزاع في ذلك، لكنه هو واحد منهم. ما مر على الأنبياء كلهم أوذوا وعذبوا وعورضوا، فهذه سنة ماضية في حياة الأنبياء وفي حياة أتباعهم، فكذلك أنت يا محمد من المرسلين، إنك لمن المرسلين، يعني لا بد أن توقن أنه سيصيبك ما أصاب المرسلين قبلك، وأنك ستمر بالتجارب التي مروا بها حتى تصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، ويجعلها خالصة لوجه الكريم. ونسأله بمنه وكرمه وقدرته بعلمه الغيب وقدرته على الخلق أن ينصر عباده المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يحقن دماءهم وأن يصون حرماتهم وأن يمكن لهم في أرضهم وأن يظهرهم على عدوهم وأن يخذل أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد.